اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من امام محكمه الاستئناف صدفه مع المستشاره القانونيه استاذه ليلى العماني. اهلا وسهلا كديره استاذه. اهلا وسهلا وسهلا بمتابعي الكرام. لا اظن انها صدفه واظن انها ترقب الصحافه لمعرفه المعلومات الاخيره وجميع الترتيبات التي ستترتب على ملف تهامي بناني. اهلا وسهلا. في القضيه ديال الملف ديال تهامي المسجدات هي انه مبرمجه جلسه يوم 23 جوج فهاد الشهر هذا ان شاء الله على الساعه 9 صباحا بالنسبه لغرفه الرشداء وعلى الثانيه 10 زوالا بالنسبه لغرفه القاصر. ونحن نعلم ان الملف هما ملفين لكن قضيه واحده وتم فصلهما لان لا يمكن للرشداء وللقاصرين ان يحاكمون بنفس الغرفه وبالتالي رغم انها قضيه واحده تم فصل الملف الى شقين، شق يناقش فيه مشكل الرشداء وشق يناقش فيه مشكل القاصر وكل غرفه هي مختصه تهتم بالملف المطروح امامها. واللي غادي نقول هي ان الملف الخاص بالقاصر السيدة حياة العالمي لم تكن لها علم به ولم تستدعى ولم تكن حاضرة وتم الحكم بدون حضورها والآن هو أمام محكمة الاستئناف وصادفناه بأعجوبة كبيرة بأعجوبة والآن نحن نترصب فيه كمطالب بالحق المدني. واليوم اللي صادفتيني حدا المحكمة قلتي لي اش اللي كديري في المحكمة حيت ما كايناش الجلسة فأنا غادي نجاوبك. حنايا ملي خدينا هذا الملف على العاتق ديالنا قررنا اننا نخدموا فيه بواحد الجديه والعمل فاكيد انك لقيتيني لانني دخلت الغرف ومشيت كنشوف الملف فين وصل ومشيت ندير نسخ من المحاضر جلسات وباش ونسخه من الحكم ونهبطوا ندير عليه المطابقه للاصل ونخلصوا عليه المصاريف وخلصنا في الصندوق على تدخل ارادي كان لابد لان المحكمه باش تهضر مع الاخوان ديال تهامي بناني خاص لابد يكونوا مدخلين في الدعوه فهاد الاجراءات اكيد ان الاستاذه الخيار غادي تمكن لها ديرها ولكن هي عندها قضايا واحده اخرين وكلفتني انا نديرهم وحنا الحمد لله دائما يعني كننسقوا ما بيناتنا كل واحد تيدير شق وكانت معنا السيده حياه العالمي وخلصنا على المطالب المدنيه باش ان شاء الله في نهار 23 غتكون عندنا الحق اننا نناقشوا الموضوع. اكيد انها من الجرائم تحت الطلب وعندنا جرائم واحده اخرى ودابا عند كيبانو واخا بعض الاساتذه تقلقوا وقالوا بلي ان هذا الشيء خطير اللي كنقولوه على اساس انه جرائم تحت الطلب لا جريمه معروفه كاين واحد النوع اللي كيتسمى تحت الطلب يعني كتختار النوع وكتختار لمن تلفقوا وكتختار الضحيه وكتشوش النتيجه شنو غادي تربح مورا هذا التلفيق ديال هذه التهمه كيكون عندك اكيد الربح المال او لا انتقام او لا اي امر جنائي فبالتالي حنايا غنناضلوا من اجل هذا النوع الجديد من الجرائم ما يتفشاوش في المغرب. استاذه شنو هو الرد ديالكم على الدفاع ديال الطرف الاخر اللي خرج بخصوص الخرجات ديالو؟ حنايا الدفاع الطرف الاخر عنده الحق يقول اللي بغى لان هذه كتبقى حريه ديالو الشخصيه ولكن اللي حنا عندنا كنقدروا نجاوبوا هي انه كان كيشرح واحد القصص من الخيال وقصص نسجها هو وهميه ما عندها حتى شي اساس من الصحه وقال بانه بناء على المحاضر هو كيعرف بان المحاضر في الجنايات هي ليست الا على سبيل المعلومه ولا يمكن ان يعتد بها وبالتالي يعتد بما يقال امام الهيئه وما نتج عن الابحاث الحقيقيه الواقعيه فاحنا شنو تنردوا عليه على اساس الا قال هو تامي بناني مقتول او ميت عليه ان يقدم لنا الدليل اما نحن
دليل فقط، لان ولو يؤدي يقدم لنا الجثه ما كيتكتفيش بها المحكمه، المحكمه كتقول لك اعاده تاسيس الجريمه وتمثيل الجريمه بجميع نعم بجميع حذافيرها، وكتقول لنا بلي انه الحكم الموت ما يمكنلوش يكون هكاك، غير تجي تقول واحد مات، راه خاص اليقين وخاص تقرير الطبيب الشرعي، وخاص يكون اما حكما اما واقعيا هذا الموت. فاذا الا قال هو الموت باش حنا الناس يكونوا يبقاو في المتاهه ما بين جميع الانواع ديال الموت، حنا تنقولوا له حنايا متشبتين به حي، لانه هو كان حي من ركب في واحد السياره مع واحد الربعه ديال الشباب، ماشي ثلاثه، انا كنصح عليه المعلومه، منهم واحد اللي مشى لكندا وغادي يجي ان شاء الله، وغادي ندير ستروف في حقه المتابعات بالالتماسات ديالنا، وغادي نكملوا هذا المسطره على اساس حنا اللي عندنا الحق باش نقولوا الاختفاء، لانه هو الحقيقه، ما عندناش شي حاجه من مورا هذه الحقيقه، حتى شي واحد ما شافها، لان سدات عليهم السياره وتحركت شي شويه، هما رجعوا وهو ما رجعش، هذا هو اللغز. السياره هي مسرح الجريمه، غادي ان شاء الله نستدعيو جميع الاطراف اللي عندهم يد في هذا الملف هذا، وكونوا على استعداد باش انه غتشوفوا بعض المفاجات. بالنسبه للقضيه ديال عيد الميلاد مشكله ولا ما كاين لا عيد الميلاد لا والو، لان كون كان عيد الميلاد كون راه الشرطه جابت لينا هذا العيد الميلاد، غتجيب لنا الاسئله للاشخاص اللي كانوا فيه. عيد الميلاد ما كيكونوش فيه ربعه ديال الناس فقط، كيكونوا فيه اكثر من ربعه ديال الناس. عيد الميلاد كيكون فيه الصور والشموع، وكيكون فيه بائع الحلوى ومشتريها ومتسلميها، فين هو هذا الشيء كامل؟ اذا الا كانت كاين عيد الميلاد والشرطه ما قدرتش تجيب صور، فهذا يعني العبث. استاذ بالنسبه اللي كانوا الاطفال اللي مجنودين اللي كانوا قاصرين، الشباب اللي دابا اللي مجنودين هم ليسوا قاصرين، هناك اثنان قاصر رشداء وواحد اللي قاصر. بالنسبه للرشداء اش يقولوا في الجلسات؟ لا حنا ما يمكنناش نقولوا للناس شنو كيقولوا في الجلسات، الجلسه مفتوحه وعلانيه ويمكن حضورها. هذه كتبقى اسئله السيد الرئيس المحترم يوجهها الى المتهم، والمتهم يدافع عن نفسه بالاقوال. اللي كيهم واللي تقدروا تستافدوا منه هي ان هذيك المحاضر الجلسات كتعتبر بمثابه اقرار، لانها كتكون امام هيئه محلفه، اي حاجه قلتيها امام الهيئه المحلفه كتكتب عليك. اذا هذاك الشيء حنا كنرجعوا لمحاضر الجلسات باش كنشوفوها شنو قلتي نهار فلان الفلاني، وها نهار فلان الفلاني شنو قلتي. اما حنايا باش نقول لكم شنو كيكون في جلسات ما يمكنش لينا، كاينين المحاضر دابا باقي حيت عاد غادي يتم المناقشه ديال الملف، وراه المحلك الجلسه مفتوحه وغتكون واقفه نهار 23 ان شاء الله في هذا الشهر هذا. اذا الناس يمكن لهم يجيو باش يازروا السيده حياه، وفي نفس الوقت باش يشوفوا فين وصلت هذه المحاكمه اللي غادي نشوفوا حنايا اول مره في تاريخ المغرب قتل بدون جثه. القضيه ديال الخبره على الهواتف واش مازال غادي بطبيعه الحال حنايا الطلبات ديالنا ملي قدمناهم ادينا عليهم مصاريف القضائيه، وكيتسمى عندنا تعاقد مع المحكمه، وملي كنبغيو حنا باش ان طلب مثلا رفضته لينا المحكمه معنيته ان خلات لينا فرصه الاستئناف وفرصه النقد، وعندنا حنا قلت لك امام القاصر عندنا الحق نديروا اعاده النظر ملي تمشي لينا النقد، لاننا عندنا قاصر احاله عاوتاني احاله لاعاده النظر. اذن عندنا مساطر واحده اخرى غادي نستمروا فيها، وعندنا نفس طويل، وحنايا ما غاديش نتنازلوا على حتى شي حاجه، غنمشي معاهم فين ما بغاو. واحد الصديق ديالو اللي كان حل نعم الناس بغات تعرف وقتاش حل، واش في المده ديال الاختفاء ديالو حل الام اس ان ديالو. هذاك الام اس ان حنايا طالبينه في ضمن اللائحه ديال الخبره اللي طلبنا السيد الرئيس، ودابا مازال غتشبتوا بها، وحنا يمكن الاستاذه الخيار تستدعي هذا الشاهد هذا على اساس يجي يقول الاقوال ديالو امام الهيئه. عندنا الشهود، عندنا الشهود اللي غادي يجيو امام الهيئه ان شاء الله. مفاجات كاينين مفاجات كبيره وتحول جديد ونصره للحق فهاد القانون، لان ما يمكنش نبقاو كنحكموا بالطريقه هذه، اننا نديروا مؤبد على واحد قال لك انا قتلت وهو ما عرفش شنو هو الموت، وفي الاخر عطيو حنايا المؤبد. هذا الشيء راه لا يعتد بهذا. لا لا ما يمكنلكش تعتد بهذه التفاهات، لان حنا امام هيئه محلفه وقضاه مقتدرين، ما يمكنناش كنبقاو نضحكوا عليهم. داير ورينا هذاك الشيء اللي درتي، ماشي تجي لعند القاضي في المذكره حيت الدفاع ديالك قال لك قول قتلت انا قتلت، باش انت تاخذ البراءه. راه عمر شي قاضي في العالم محكم على شي واحد بالاعدام بلا جثه، وخا يقول لي انا قتلت.
سيدا خالد شي حاجه شوف واحد السؤال اللي دير دوج دير دوج نعم حيت الفيفا وصلتو للعالم ديالك مازال غنزيدو نوصلو باقي اسيا باقي اسيا وباقي الهند وباقي مناطق واحده اخرى اللي ما ساقش خبرني ان دابا حنا راه لاحظتي وراه عندنا واحد الشباب كيترجموا لينا بلغات هاد القصه هاد راه ترجمت للتركيه الفرنسيه الاسبانيه الهنديه كنشكروا من هذا المنبر صاحبه القناه اللي ترجمت لنا القصه بعده لغات ان شاء الله نعم حنا ما كنهضروش على مسؤولين ماشي مسؤولين القانون فوق الجميع يكون مسؤول ما يكونش يمكن ربما كانوا تستروا على هذا الملف حيت كانوا عارفين بان فيه اطراف وانه يمكن لهم تكون عندهم مسؤوليه تقصيريه لكن حنايا تكون عندهم مسؤوليه تقصيريه ما عندوش غنتابعوهم حيت حنا ما حنا قررنا اننا غادي نحيدوا هذا الشيء ديال التفاهات وهذا الفساد وهذا انهم كيجلسوا العبث ويدفعوا شي دفوع امام الهيئات المقره راه ما يمكنش القاضي يحكم على شي حاجه بحال هكايا وحنا راه كيشوفنا العالم انا تنقول لهم هذا المنبر راه حنا عندنا اساتذه ودكاتره مقتدرين وعارفين شنو كيقولوا بلا ما يبقى يقول لنا لا حنايا راه غادي نديروا هكا وهكا ويضحكوا علينا ويقول لنا لا والسيد مات عندك شي دليل انه ما تجيب لنا هذا الدليل استاذ غديري محاضره على هذا نعم راهني كاينه المحاضره مبرجمه في كليه الحقوق بسلا قريبا ان شاء الله راني كلفت طلبه السداسيه السته وما كيسمعوا من هذا المنبر انهم غادي يوجدوا فرق اللي غادي تخدم تشتغل كل فرقه غتشتغل على محور وهاد المحاضره غادي يديروها على القضايا تحت الطلب وتقديمها كهديه لكن غادي يبداو في كل خانه غيبداو يشتغلوا على محور واحد مثلا غيشتغلوا على محور الخبره الجينيه وانا قلت لهم يديروا داك الشيء بالداتا شو غيكون داك الشيء ان شاء الله في واحد مستوى عالي وبالاختصاص متميز وبحضور الجميع وانتم راه غتكونوا معروضين ان شاء الله غير انتظروا انني نعلن على اليوم اللي غيكون فيه وحنا ان شاء الله بجديه وكنشكر السيد العميد كليه الحقوق بسلا وكنشكر نائب السيد عميد كليه الحقوق بسلا اللي فتح لنا هذا المجال والدكتور عمارق دكتور قانون جنائي اللي حفز الطلبه ديالو على انهم يشتغلوا بواحد الورشات بحال هكا اللي غتكون فيها الفائده للمواطنين المغاربه وللقانون. شكرا استاذه ليلى. شكرا.